عادتنا هنبدأ مع حضراتكم فقراتنا في صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومنها تأكيد وصول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس لمدينة سان بيترسبرغ للمشاركة في القمة الإفريقية الروسية ولقاء سيادته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في المقدمة. أيضا امبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أجرى جولة بمدينة العلمين الجديدة، وقال أنه مدينة العلمين هتكون مركز لريادة المال والأعمال على المستوى العالمي والإقليمي ومقصد للسياحة العالمية والمحلية. تفاصيل وأخبار تانية في سياق هذا التقرير. أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح، أبرزها وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة سان بطرسبرغ للمشاركة في القمة الإفريقية الروسية. القمة تم تدشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، وعقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المصرية الروسية المشتركة بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الإفريقية وروسيا، بالإضافة لتعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة. امبارح التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وده في إطار الروابط الوثيقة اللي بتجمع بين مصر وروسيا. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة لمتابعة مستجدات مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك بهضبة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد، وأكد رئيس الوزراء إن هذا المشروع ليه إسهامات كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة للمحافظة وتلبية احتياجات السوق المحلية من هذا المنتج وتقليل فاتورة استيراده وتوفير الآلاف من فرص العمل. امبارح قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بجولة بمدينة العلمين الجديدة لتفقد المشروعات اللي بتتم فيها، وأشار مدبولي إلى أن مدينة العلمين الجديدة تعد إحدى مدن الجيل الرابع اللي بتنفذها الدولة، وتستهدف تطبيق معايير استدامة الطاقة وتدوير المخلفات لتصبح مدينة خضراء، كما أنه بيتم العمل على أن تكون مركز لريادة المال والأعمال على المستوى العالمي والإقليمي ومقصد للسياحة العالمية والمحلية. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لوجود أخطاء في طباعة فئة العشرين، وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن العلامات المستخدمة في العملة الجديدة هي علامات تعريفية بارزة بيتم وضعها لتمييز قيمة الفئة لضعاف البصر وغير المبصرين عن طريق اللمس حتى يتمكنوا من تمييزها سواء كانوا على دراية بلغة برايل أم لا، وده وفقاً لأحدث المعايير اللي بيتم تطبيقها في طباعة البنكنوت في جميع دول العالم. امبارح قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن إحصائيات الملاحة بقناة السويس سجلت منذ التأمين في 26 يوليو 1956 وحتى يومنا هذا عبور قرابة 1,071,000 سفينة بإجمالي حمولات صافية تصل ل 31,599,000,000 طن، لتعكس الأهمية الاستراتيجية اللي بتتمتع بها القناة ضمن منظومة حركة التجارة العالمية. وطوال ما يزيد عن 67 عام تمكنت قناة السويس من تحقيق إيرادات ضخمة تجاوزت 143,864,000,000 دولار، لتظل إلى الآن واحدة من أهم موارد النقد الأجنبي للخزانة العامة للدولة المصرية. وبالنسبة لأخبار المحافظات، امبارح في محافظة الإسكندرية بدأت احتفالات المحافظة بعيدها القومي من خلال انطلاق موكب الزهور من منطقة حدائق المنتزه بطول الكورنيش ولحد منطقة راس التين. وفي كفر الشيخ تم تنظيم المهرجان الرياضي للمصيفين في مدينة بلطيم، أما في الشرقية فتم الإعلان عن ملتقى توظيفي لتوفير 2500 فرصة عمل للشباب. تفاصيل وأخبار أخرى من محافظات أخرى في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الإسكندرية بدأت احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وانطلق موكب الزهور من منطقة حدائق المنتزه بطول الكورنيش لحد منطقة رأس التين. تضمنت الاحتفالية عروض فنية واستعراضية وموسيقى عسكرية. في كفر الشيخ نظمت مديرية الشباب والرياضة المهرجان الرياضي وسباق اختراق الضاحية للمصيفين بمدينة بلطيم لتنشيط السياحة الداخلية. تضمنت الفعاليات مباريات كرة قدم وسباقات لاختراق الضاحية بمشاركة 100 شاب، وتم توزيع الجوائز على الفائزين.
في بورسعيد أعلنت المحافظة توزيع 3000 بطاقة بدل منطقة حرة كارت ميزة لأصحاب المعاشات، ومن المقرر أن يستمر توزيع البطاقات حتى السبت القادم 29 يوليو اعتباراً من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً، وبيتم توزيع البطاقات من مقر ديوان عام محافظة بورسعيد. في الأليوبية جاري التعاقد مع إحدى الشركات العاملة في القطاع الزراعي لزراعة المساحات المتواجدة داخل مشروع 30 مليون بيضة بالخنكة بمحاصيل مثمرة، وتصل المساحات الموجودة بالمشروع ل 20 فدان، ده بالإضافة لرفع كفاءة مصنع العلف للمساهمة في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة الأعلاف لزيادة الإنتاجية. في الوادي الجديد أكدت المحافظة بدء التشغيل الفعلي لوحدة طب الأسرة بكل من قرية اللواء صبيح وعبد المجيد الجغيل، وده بمركز الفرفرة من إجمالي 8 وحدات تم إنشائها ضمن مشروعات المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة بعد انتهاء أعمال الإنشاءات ووصول المعدات والتجهيزات الطبية. فأسيوط أعلنت المحافظة عن الإنجاز السنوي للمستهدف والمحقق من خطة محو الأمية وتعليم الكبار لعام 2022-2023، حيث بلغ نسبة الناجحين بيها حوالي 32,099 ناجح تم محو أميتهم، لتنخفض نسبة الأمية بالمحافظة ل 32%. في بني سويف شهدت المحافظة تنفيذ برنامج الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية لدى صغار الفلاحين اللي بتستهدف إجراء مسح شامل وتقديم الخدمات البيطرية المتطورة المجانية وعلاج جميع الحيوانات، وتم الكشف وتقديم العلاج والخدمات البيطرية لأكثر من 5200 رأس من الثروة الحيوانية. في الشرقية أكدت مديرية التربية والتعليم أنه بالتعاون مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة من المقرر أن يقام ملتقى توظيفي موسع لتشغيل أبناء محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة لخريج التعليم الفني وغيرهم من الباحثين عن عمل، وده بمشاركة كبرى الشركات الصناعية اللي بيتوفر لديها أكثر من 2500 فرصة عمل.